تعالوا نشوف مقادير يخني البطاطس. عباره عن مكعبات بطاطس مسلوقه ثلاث ارباع سلقه، هريسه، ثوم، بصل ابيض مفروم، زبده، زعتر، بقدونس، جبنه موتزاريلا، طماطم. عايزه اقول لكم الوصفه لذيذه وسهله وطعمه جدا جدا وما بتاخدش وقت ايه على النار. اهم حاجه بس نسلق البطاطس ثلاث ارباع سلقه عشان ما تاخدش وقت. هسيبها تتشوح كويس قوي. البطاطس دي بعد لما طلعتها من السلق حطيت عليها بس عصرة ليمون عشان تفضل محتفظة بلونها الحلو ده. ملح، فلفل اسود، نقلب كويس قوي. هبتدي احط لها البصله عشان تتحمر كويس قوي واحسبها شويه برده مش اقل من 3 4 دقائق قبل ما نعمل الوصفه بتاعتنا الثانيه. وصفه المكرونه اللي هعملها النهارده دي ممكن تتقدم سخنه وممكن تتقدم ساقعه. الريحة تحفة، ريحة البطاطس حلوة قوي. اغطيها بس شوية كده، ريحة خطيرة بجد. كده بس وغطيها واسيبها بقى لحد ما الجبنه تسيح. وممكن زي ما هي ندخلها الفرن لو احنا عاملينها في صينيه تنفع للفرن.